برحب بالشاعر الاستاذ محمود السيد، برحب بالشاعره الاستاذه منى جلال، وبرضه برحب بالاسامي مش كلها عندي. الاستاذ محمد ابراهيم عبد العظيم بس لازم الانسان المحدث يكون فاهم يعني ايه حب، لان كلمه حب هي حرفين مكون منهم حب، انما مين اللي يعرف مجنون المعنى الداخلي لمعنى كلمه حب؟ طبعا لو دخل الحب في القلب بعد تمثل وتمكن للانسان يوصل للود اللي هو اعلى درجه. انما احنا عاوزين المحب يكون اساسا معترف باخطائه للاخر، والاخر يرضى بهذه الاخطاء ويقبل هذا الحب. هنا يبقى هو الحب الكامل بين الاثنين. الدكتوره اتكلمت على حب المكان وحب المهنه او حب المشوار او حب الندوه. انا شخصيا عشقت مهنه الدهانات اكتر من 50 سنه. كنت مش بشتغل شغل الناس، لا انا كنت مبدع بعمل ابداع لاحد الدهانات. هو اسم فن الالوان مبدئيا. لا هو دهان. هو دهان، فن دهان. بس انت فنان في المجال بشكل اخر. يعني انا كنت اروح للعميل وهو ما معهوش فلوس عشان نعمل شغل. انا اخلق لي شغل واعمله مجانا حبا في المهنه. هي دي رؤيه الفنان. ايوه هي دي رؤيه اللي ساعات الكفرات ايه؟ الواحد بيحب الشيء او بيحب المكان او هو ده الحب، ولكن احنا عاوزين نفهم كلمه حرفين الحب. هل الناس عارفين مفهوم معنى كلمه حب؟ الكل بيقولها ولكن هي مجنونه من جوه. احساس شعور نحو الاخر مش بشكل ولا جمال ولا احيانا بنبص نلاقي واحده صغيره متجوزه واحده متجوزه ازاي؟ هو علينا لا هو حد انتهى قدامها ولا حد هو ده الحب اللي محدش يقدر يعبر عنه الا بشعور. يعني ده اللي عاوز اقوله. شكرا جزيلا. بصرا الاستاذ محمد ابراهيم عبد العظيم. لا ازاي؟